بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الدكتور سلطان الجبري، معالي الوزير الدكتور أشرف العربي، السادة الحضور وزملاء المنصة. أولاً هو اليوم النهاردة يعني جاية الاحتفالات متواكبة مع بعضها. احنا النهاردة بنحتفل بهذا التوقيع في هذا المشروع في الوقت اللي مصر واعتقد المنطقة العربية كلها بتحتفل أيضاً بوصول مصر إلى محطة هامة جداً فارقة في تاريخها السياسي، وقد يكون فارق في التاريخ السياسي للمنطقة بأثرها. الحقيقة المشروع اللي احنا فيه ودولة الإمارات يعني بتدعمه وبتتبناه هو مشروع هام جداً، لأنه مشروع مهتم في الأساس ليس فقط المرحلة النهائية من مكون أساسي من مكونات الغذاء المصري وهي رغيف العيش، ولكن بتعود إلى جذور سلسلة الإمداد وهي مرحلة التخزين. احنا في مصر عندنا فاقد كبير جدا موجود في مرحلة التخزين والتداول واللوجستيات المرتبطة بهذا الأمر، وهذا المشروع في إنشاء الصوامع وخاصة الصوامع المتاخمة أو القائمة داخل المواني له مغزى كبير جدا، وستكون الفائدة فيه ليس فقط فائدة مباشرة على رغيف العيش المنتج في مصر، وده أمر هام وسيتم بإذن الله، ولكن أيضا قد يكون هناك أفكار أخرى واستخدامات أخرى لمثل هذه الصوامع في التعامل على فكرة وجود مصر كمحور لوجستي كبير في المنطقة، وده بدعم من دولة الإمارات الصديقة، لأن مصر بتنطلق في المرحلة القادمة لكي تتوج نفسها أيضا دولة محورية يمكن أن تكون فيها تخزين وتداول لوجستي لكثير من المنتجات. وقد يكون هذا بداية لأمور كثيرة قد يتم الاتفاق عليها في المستقبل تتعلق بدعم دولة الإمارات الصديقة السخي في ليس فقط المرحلة النهائية كما كان الأشكال السابقة، ولكن هو دعم لتطوير منظومات بعينها وبذاتها، وزي ما بقول وبأؤكد هي منظومة هي قد تكون الأهم في مصر، هي منظومة التخزين والتداول واللوجستيات اللي بيعزى عليها أكثر من 50 أو 60% من زيادة التكلفة على منتجاتنا الغذائية بصفة عامة ومنها القمح، وبالتالي هي المنعكسة بشكل أساسي على ارتفاعات الأسعار وعدم قدرة السوق على أن يولد سلع بأسعار مناسبة، وعدم قدرة كثير من المنتجين وخاصة في النشاط الزراعي على أن يكون إنتاجهم له قدر كبير من التنافسية. أنا الحقيقة سعيد جدا بهذا الفكر وسعيد جدا بهذا الدعم في هذا الاتجاه، واحنا برضو انا بضم صوتي لصوت معالي الوزير في ان احنا ال 18 شهر ده الرقم هو يعني الخط الاحمر اللي مش هنتجاوزه، ولكن لابد ان يكون هناك ضغط ان ال 18 شهر يكونوا اقل من ذلك بكثير، وان احنا نشتغل زي ما هو مطلوب مننا بحماس وبقوة شديدة جدا ان ننفذ كافة الاعمال في هذا المشروع وفي المشروعات الاخرى بأسرع مما هو مخطط لها، لأن احنا دايما هنكون قبل المخطط بشكل كبير، لأن ما عندناش رفاهية تضييع الوقت، ما عندناش رفاهية الانتظار. أنا بتقدم مرة أخرى بالشكر لدولة الإمارات الصديقة لكل الدعم، بتقدم للمصريين كلهم والمنطقة العربية بالتهنئة بالمرحلة اللي احنا فيها، وأتمنى ان احنا ان شاء الله يعني في المستقبل نحقق الكثير بإذن الله. شكراً.